والكلام. طيب خلينا نشرك برضو الجمهور معانا في الشويه دول، لانه طبعا جمهور النادي الاهلي النهارده مبسوطين جدا الحقيقه تريزيجيه بوجودك معانا، وقد ايه الناس فرحانه بالكلام اللي انت بتقوله باللي انت بتعمله، يعني بجد حاجه جميله جدا 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 يعني. خليني اخد بعض الرسائل اللي حضراتكم بعتنها لنا. اهو تريزيجيه في البيت الكبير، ماشي يلا. محمد السماحي بيقول نجم النجوم. احمد الجزار بيقول يا جماعه تريزيجيه ده انسان جميل جدا. محمد فتحي بيقول كنت بتتعامل ازاي هناك مع الفريق والناس وظروفهم مختلفه عن مصر؟ سؤال حلو. في فين بقى؟ نقول يعني في انجلترا. في انجلترا احنا في دلوقتي. اللي ساعدني برضو اللي كان معايا المحمدي. المحمدي المحمدي كان معايا، كان من الناس برضو اللي وقفت معايا هناك. كابتن منتخب مصر. بالظبط، وقف معايا هناك، واللي هو في اوضه اللبس والكلام ده، وفي الملعب يعني في حاجات كتير، ما انا لسه جديد مش فاهم حاجات كتير. كان هو بينورني يعني، هو كان بيقول لي خلي بالك من ده، خلي بالك من ده، اعمل كذا اعمل كذا. طبعا محمدي من الناس اللي ساعدتني هناك، واللغه كمان اللي ساعدتني برضو هناك، لان في تركيا اتعلمت انجليزي كويس. طيب خلينا نروح لعبد القوي، بيقول انسان محترم وصادق وقادر توصل لمستوى كبير. مستمتعين جدا بالحلقه يا ابو الكباتن، اشكركم جدا. مستمتعين كلنا، مستمتعين بوجود تريزيجيه النهارده. علي بيقول ابن النادي بحقه حقيقي ده، الف سلام، وتبقى تنافس صلاح على الهداف واحسن لاعب الموسم اللي جاي. اخبار صلاح ايه والدنيا عامله معاه ايه؟ وبتشوفوا بعض ازاي؟ انا بنشوف طبعا صوركم دايما على انستجرام وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، فالدنيا بتبقى ماشيه ازاي بينك وبين صلاح؟ لا صلاح اسطوره اسطوره يعني، اسطوره بجد، لعيب كبير جدا. الواحد هناك الناس كلها في انجلترا مقدره جدا، وبالنسبه لي واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم. يعني انا بالنسبه لي بعد رونالدو وميسي وصلاح، بالنسبه لي الواحد بيفتخر ان في واحد من بلده بينافس على هداف الدوري، بياخد هداف الدوري، بينافس احسن لعيبه في العالم. وبرده صلاح من الناس اللي فتحت جديدت طموحاتنا يعني. انا وانا طالع صلاح راح وراح تشيلسي، ما تقدرش تعمل كده ليه؟ من الناس برضو في اهداف برضو، راح تشيلسي ومشي ورجع، وبعدين رجع ليفربول ثلاث سنين هداف الدوري، ثلاث سنين بالظبط. فلا هو فعلا صلاح اسطوره كبيره، وبنتعلم منه، بنتعلم منه كلنا اللعيبه. انا واحد بيتعامل ازاي هناك صلاح؟ يعني دايما بنشوف ان هو عليه ضغوط كتيره قوي قوي. عليه ضغوط كتير، بس هو بيعرف يفصل. بيعرف يفصل بجد. كويس. بيعرف يوصل يفصل دايما، احلامه بتتجدد وطموح. والواحد بيتعلم، الواحد بيتعلم من الناس ديت، ومش صلاح بس، الواحد بيتعلم من ناس كتير. الواحد يفضل يتعلم يتعلم لحد ما يموت اصلا. طيب بدوي بيقول منور بيتك يا تريزي، انت محتاج مداخله مع وللاسف كان نفسنا، ولاعيبه كتيره جدا على فكره، مش هقدر اقول الاسماء، لكن لعيبه كتيره جدا من لعيبه الفريق الاول وكمان من بره، واللاعبين السابقين كانوا نفسهم يعملوا مداخلات، لكن للاسف الشديد هناك حظر اعلامي كامل على لعيبه النادي الاهلي الفتره في هذه الفتره. اسماء رجب بتقول انت لاعب عظيم يا تريزيجيه، ان شاء الله تحقق طموحك وتلعب في احسن نادي في انجلترا. تريزيجيه خرجت من مصر ما بعرفش غير هاي وكنت دايما جميل قوي. محمد الشاعر بيقول تريزيجيه الجميل في البيت الكبير. اسلام الماجيكو بيقول اتعاملت معاه شخصيا طيب جدا ومتواضع، وكان يستحق 22 بجداره. عندي شغل الصبح بس سهران عشان اتفرج عليك يا تريزي، وبنشكرك جدا. شريف احمد بيقول لعيب عنده عزه نفس، ربنا يوفقه. محمد الف سلام عليك يا نجم مصر، نفسي اشوفك مع صلاح في ليفربول. يا رب ان شاء الله. ليه لا يعني، ان شاء الله ارجع من الاصابه بس. ليفربول كان الرابع ايه. طيب اسال كابتن تريزي، تريزي قلبي، عن مشواره مع اللغه وازاي اتعلمها، لان احنا محتاجين نصايحه بجد عشان اكمل تعلم اللغه. اللغه كانت صعبه طبعا جدا. انا اول ما طلعت بره ما كنتش عارف اتعامل مع حد، كوره بس، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا لي يمين اروح شمال، شمال اروح يمين بجد. يقول لي خلي بالك في لعيب وراك ومش عارف ايه، بقوم لافف حاجات كتير في الكوره. بتبقى عايق وكده، بس انا اتعلمت منها بقى. بقيت باخد دروس، بقيت بتعلم، بتكلم، ما عادش بتكلم عربي خالص. حلو. بقيت اتكلم معاه مثلا لعيب مصري ولا حاجه، اقول له كلمني انجليزي. اوكي، انا هتعلم كده كده العربي مش هنساه. بالظبط. وكان معايا لعيب، ما كان معايا سيمون بن يوسف تونسي، كان بيتكلم عربي مكسر وانجليزي.
فهو ده اكتر واحد ساعدني على اللغه. كان هو بيتكلم انجليزي شويه على عربي مكسر. فبقى السنتين بتوع تركيا يعني اتعلمت منهم كل حاجه، كوره ولغه ولغه. حلقه ممتعه وعفويه مع احلى تريزي، وعلى طبيعتنا على طبيعتكم. برافو، اشكرك جدا. هل احمد بيقول هل في موقف حصل ليك وانت بتلعب ماتش ما تقدرش تنساه؟ موقف كنا بنلعب توتنهام، وكنا كان في باك ليفت روس كان بيلعب في منتخب انجلترا تقريبا، لعيب جامد يعني كان في الوقت ده. بتلعب عليه؟ اول ما رحت فقال لي المحمدي انتوا جايبينه منين ده؟ ده بلده ايه ده ولا مين ده؟ بسبب اللي انا عملته فيه في الماتش. كان كنت انت بتجري وترقص وتعمل وتروح. بالظبط بالظبط ديت كانت. وموقف تاني روبينيو، روبينيو البرازيلي، كنا بنلعب قصاده في هو كان بيلعب في بيبك اسطنبول اللي هي بشكشهير، كنا بنلعبهم ماتش، فلقيت فجاه نازل هو وعياله يجري، عياله بيجروا عليا، فبقول له روبينيو. انت عارف روبينيو كان روبينيو لعيب كبير عظيم جدا يعني، فبالنسبه لي كان برضو حاجه بتفرج عليه ومش مصدق يعني. انا بلعب قدامه اصلا مش مصدق. قال لي ولادي بيموتوا فيك، ولادي انت عندهم احسن حاجه يعني. لا لا والله. فطبعا دي برضو من المواقف اللي حصلت لي. تمام. طموحاتك ايه بعد استون فيلا؟ هو قال انت يعني بلاش نزنقه يا جماعه قوي. شخصية جميلة قوي يا تريزيجيه، وحلقة جميلة، أشكركم جدا. شبهنا ومننا ومتواضع وبسيط وراجل وجدع وابن بلد، ده مصطفى أمين. إسلام العربي بيقول ابننا وأخونا، والله بنحسه طالع من بيوتنا وحد قريب لينا. محمد غازي بيكلمنا من باريس وبيقول أتمنى تيجي باريس سان جيرمان عشان أتفرج عليك دايما من حديقة الأمراء، وده أكتر دوري ممكن تتألق فيه. عالم إيه اللي هيحصل، مش عايزك ترد. مين اكتر لعيب قريب منك في استون فيلا غير محمدي طبعا؟ الناكامبا، مافلاز ناكامبا، لاعب زيمبابوي. زيمبابوي من زيمبابوي، لاعب من زيمبابوي، وانور وانور الجازي لاعب مغربي هولندي، الاثنين دول، وتراوري بيرتو تراوري اللاعب بوركينا فاسو وبيلعب معايا في الفرقه برضه، كان بيلعب في ليون وتشيلسي. دي اللعيبه اللي قريبه مني جدا. وفي الباك ليفت مات تارجت برضه ناس قريبه مني جدا.